يا صباح الخير عليكم، يوم جديد وحظ جديد. اعرف برجك هيقول لك ايه النهارده. وهنبدا مع برج الحمل. مهنيا اسمع لنصايح زمايلك وبلاش تدخل في مشاكل مع مديرك. عاطفيا اهتمامك بحبيبك هيرجع الثقه بينكم ويخلي علاقتكم تستمر. التور. مهنيا انت شخص بيعرف يخطط لمستقبلك كويس، بس اياك والغرور عشان ما تخسرش كل اللي جنيته. عاطفيا عندك قدرة كبيرة على إقناع اللي حواليك بوجهة نظرك، لكن ممكن تخش في جدال بسبب الموضوع ده. الجوزاء. مهنيا اصبر على شغلك، هتقدر توصل فيه لأحلامك ومهاراتك هي اللي هتساعدك. عاطفيا اوعى تكرر أخطائك ولا تسمح لحد انه يلعب بمشاعرك. السرطان. مهنيا انجازات كتيرة النهاردة ومكافآت وترقيات من مديرك. عاطفيا افتح صفحة جديدة النهاردة مع حبيبك وما تبصش للذكريات القديمة. الأسد. مهنيا مجهودك اللي بذلته في شغلك الفترة اللي فاتت هتتكرر معاه الفترة الجاية. عاطفيا الشخص اللي بتحلم تقابله هتلاقيه، بس لو سبت اللي حواليك يعبروا لك عن مشاعره. العذراء. مهنيا خليك هادي وملتزم عشان توصل لأحلامك. عاطفيا الحب والرومانسية هيملوا حياتك، حاول تستفيد من الأجواء دي. الميزان. مهنيا زود من مهاراتك الأول، بعد كده فكر في استثمار فلوسك. عاطفيا عندك فرصة في علاقة جديدة، بس اتأكد من مشاعرك الأول. العقرب. مهنيا محتاج تتدرب أكتر الفترة الجاية عشان يبقى عندك خبرة تكمل بيها شغلك. عاطفيا ما تهملش حبيبك وعبر له عن مشاعرك بطريقة بسيطة. الكوس. مهنيا مشاكلك في الشغل محتاجك تكون بارد أكتر من كده وتهدي أعصابك عشان الأي ما تتقلبش عليك. عاطفيا بلاش الجفاء اللي بتتعامل بيه مع حبيبك عشان ما يملش من تصرفاتك معي. الجدي. مهنيا انك تتجاهل حقك وانت قادر تاخده ده دليل على قوتك، بس ما تعملش كده دايما عشان ما تتعودش. عاطفيا تظاهرك بعدم اهميه حبيبك في حياتك محدش هيدفع ثمنه غيرك. الدلو. مهنيا التطورات الثابته مطلوبه منك في الشغل عشان تحافظ على ادائك. عاطفيا القسوه مع حبيبك واهلك هتحطك في موقف محرج. الحوت. مهنيا هتبدأ أول خطوات الغلط في شغلك، وده عشان انت مش مرن وشايف انك صح على طول. عاطفيا وانت بتدور على شريك حياتك ركز على القريبين منك عشان هما اللي فاهمين طبيعتك. وكده خلصت حلقتنا النهاردة، استنونا بكرة وحلقة جديدة مع حظك والأبراج.